جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. هذه معناها ظهر يقيمها أبناؤنا، وإحنا معناها يلزم معناها نحوتها بالعناية اللازمة. دونك معناها تعرف إنه لا يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بموسى والدور وآمن بالديانة اليهودية. وبالتالي نحن معناها شوف التآخي هذا اللي لاحظته ما بين معناها الأخوة اليهود والأخوة المسلمين، معناها مثالي، وهذا التعايش مثالي جدا. وإحنا إن شاء الله فهمتني تنجح التظاهرة هذه إن شاء الله، معناها جيت تتفقد معناها في الإجراءات الأمنية والإحاطة الأمنية لضمان نجاح هذه التظاهرة إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله ناجحة وستكون على أحسن ما يمكن. احنا كما تعرف هذه امور امنيه بحته، حبيت نتفقد معناها الاستعدادات على المستوى اللوجستي، على المستوى الاستعلامي، على المستوى الاحاطه والتوقي، على مستوى جميع المستويات الكل ان شاء الله معناها جاهزين. عندنا معناها قوات امنيه من جميع الاسلاك جاهزه لانجاح هذه التظاهره ان شاء الله. بارك الله. وش هي الرساله تقولها للتوانسه بالمناسبه هذه سيد الوزير؟ شنو هي الرساله تقولها للتوانسه؟ هذه التظاهره معناها تونسيه بحته، ويلزم الكل معناها نساهم في انجاحها ان شاء الله. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.